الدوريات الخمسه الكبرى اللي هي انجلترا والمانيا وايطاليا فرنسا وفرنسا والبرتغال. لا السعوديه بقى هتيجي بقى اوبا انجلترا السعوديه اسبانيا لا السنه الجايه تبقى السعوديه الاول المانيا المانيا قبل فرنسا حاجه السعوديه يعني البرتغال راحت في لا سته هم لا البرتغال السابع عشان انت لعبت فيها المشيه الخامس ماشي بس أيوة. كابتن بص يا كابتن خلينا واقعيين انت قلت منين السعوديه بقى ايه قلت يعني اللي خلاك حطيت السعوديه نمره 2 اللي بيحصل دلوقتي طبعا. يا كابتن دي طفره غير طبيعيه بتحصل في الشرق الاوسط كله النقطه دي يا كابتن في موضوع يعني بصراحه يا كابتن لا عاجبك مبسوط له مبسوط ان هم بيعملوا مبسوط كده مبسوط وفخور اللي في دوله عربيه بتعمل كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لعفروتو وشكرا لمجد عبد الغني وشكرا لشكري. طبعا شيء مفرح جدا ان تلاقي ان الاعلام المصري بدا يتكلم بشكل جميل جدا على دوري من اهم الدوريات في العالم، شيء يفرحنا تعتز به ان انت تلاقي دوري عربي بينافس الدوريات العالميه ويمكن يكون افضلهم حتى الان. يعني النهارده محمود عفروتو بيقول ان الدوري ترتيب الدوري السعودي رقم 2 وشكري يقول لك السنه الجايه هيبقى رقم 1 في على العالم. يعني انا لسه ما جبتلكش تصريح رونالدو وتصريحات نيمار لما قالوا ايه عن الدوري السعودي، كلام هتنبهر بيه، بس ده مش محتاج فيديو تاني، محتاج كلام تاني جدا. ده الكلام ده لازم يوصل. بدا الاعلام المصري يقتنع وبدانا نقتنع هو الدوري السعودي قال لك اقتنع غصبا عنك، هتقتنع مش هتقتنع؟ الناس في العالم كلها اقتنعت ان الدوري السعودي بقى رقم 1، الناس اتلوحت وعملت كده. انت عايز تحطه رقم 2 رقم 3 خليها معاك، لكن العالم كله بقى باصص للدوري السعودي بنظره خاصه وبقى مخضوض. كل الحسابات ارتبكت، دخول الصفقات بالشكل ده في دوري كبير قوي ضم النجوم دي كلها، وعدينا النجوم قبل كده، نقله كبيره جدا تطورت في الكوره السعوديه وفي الدوري السعودي اللي اصبح بقول لك كاس العالم بيتنظم في السعوديه، كاس العالم بيتنظم في السعوديه. ما يجيش واحد يقول لك ان في فريق هنا كان لاعب جاي جابه كان رفض يحترف في السعوديه عشان مستقبله وحياته ورفض العروض الماديه ويجي يحترف في مصر. ده الكلام ده اتقال وكلام يعني يخليك كده تبقى فيه فزول. ما انت عارف الاسماء اللي راحت السعوديه دلوقتي، انت عارف نجوم العالم هناك كلها، فاضل ايه 2-3 بره وخلاص هم على وشك ان هم يروحوا. فالدوري السعودي عدى بمراحله، واللي ما راحش على فكره هيزعل هيندم لان دي فرص. وبعدين انت بتقول لي يعني محمد صلاح هل هياخد قيمه اللي كان هياخدها السنه دي؟ صعب جدا الكلام ده خالص. ده احنا عندنا يا جماعه محمد شريف مهاجم منتخب مصر راح نادي الخليج السعودي، يعني ما راحش النادي قمه. يعني انت بتقول النادي الخليج السعودي نادي يعني مثلا هو بيبقى مثلا من اللي هم بيفضلوا في الدوري، اللي هم يعني مثلا ممكن يهبط، اللي هو كذا كذا. لكن هات لي لاعب مصري دلوقتي هيروح نادي الهلال ولا نادي الاتحاد ولا نادي التعاون ولا نادي النصر السعودي، هات لي لاعب مصري او من الدوري المصري هيروح هناك. انا بقول لك اهو، ما خلاص مش كانت اللعيبه المصريه دلوقتي بتروح تحترف في نادي الاتحاد ونادي الهلال ونادي احمد حجازي هو دلوقتي اللي في الاتحاد ومصاب دلوقتي، وكان طارق حامد ولا بتاع، لكن في الفتره اللي جايه ديت عشان ينتقل لاعب مصري للانديه الكبيره ديت بقى الموضوع في حسابات تانية، لانهم بقوا بيبصوا للنجوم العالميه. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.